مرة أخرى نفس التساؤلات ومنظر الكبير يظهري ماهوش يسمع في حد معني عنده قناعات عنده خيارات ماشي فيها مهما كان الثمن. ماش يقول لك هذا الجدال توا معني مش يتواصل مش يتواصل مشكل كبير وليس الامور هذه ما تهمش تونس برك ولكن في العالم اجمع ولكن في العالم تجي لا ليست بون الناس تتكلم شويه بعد يهديه فما معناها فما فريق فما كذا فما دي تيتولير ابارونتير ولكن احنا للحد الوقت هذا اللي كانت تونس النقطه المضيئه هي الحراس شوفوا التاريخ الحراس جينا نشوفوا بكل احترام الناس الكل بكل احترام المعز حسن معناها تصور انت وصلت تونس تفضل حارس عاطل عن العمل على حراس ينشطون كما بن شريفيه ينشط في الترجي ينشط في كذا الشامبيونز ليغ كذا يعني هذا نقطه استفهام ونعرفوا احنا ما قيمه الحارس للدرني رومبار عاده تربح الماتشوات بالحارس وتخسرها بالحارس لأن عنده مسؤولية الوحيدة وحده لحراسة المرمى مش كأن جوار دو شانت يسرى توجور كوفير معني كوفير واحد الغلطة نتاعك غلطوا معني يصلحوها أنت الغلطة نتاعك كذا تبقى شو تقول لي قناعات المدرب قناعات المدرب أنه هو هو المسؤول أكثر ولا أقل معناها في الأخر احنا علاش حطينا مدرب الاختيار يلزمنا نحترموا هذا الاختيار الى كيفاش يقولوا باللغه العربيه لا نحترموها ما نناقشوه لا ناقشوه انا هاني ناقشته وين هاني نحترموها ما نناقشوه هاني ناقشته في كلامي من الاول معناها حارس ما عندوش فريق يلعب تيتولير وحراس يلعبوا ينشطوا ما يلعبوش هذا المشكل وحاجه اخرى معناها يولي بن شريفيه اللي كان الاول في الترجي ما تلقاش الوليد اسمه بن مصطفى وجمال بن سعيد وجمال بن سعيد اللي يلعب وتألق وكذا مش موجود اجمل لا وبن سعيد حتى في الكلاسمون يظهر لي يظهر لي ثالث ماهوش لا ثاني لا الاول فهمتني معناه مع معز ومع بن مصطفى باش يجي ثالث في الترتيب ليه والوليد اجمل واحنا قلناها كان تعقل قلت تو عيطوا لي تو مش عيط دونك خلينا يا خويا انا واحد من الناس انا محتار الحق الاختيار هذا انا محتار فيه مش في الاختيار في مقاييس الاختيار